خالولوزيتش يتلاعب بالمغاربة، ليس لدي ما أخسره في المونديال. أكد البوزني واحد خالولوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أن قرعة كأس العالم 2022 التي سحبت، حيث قال أن القرعة جاءت صعبة لأسود الأطلس بعد أن تواجد ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات بلجيكا، كرواتيا وكندا. وقال خالولوزيتش في تصريحة إعلامية خلال حضوره مراسم قرعة مونديال قطر: القرعة جاءت صعبة للغاية، ولكن ليس هناك فرق صغيرة حاليا في كرة القدم. وأضاف قائلا: سأحاول أن أفعل نفس الشيء الذي فعلناه مع الجزائر ضد ألمانيا في 2014، علينا أن نؤمن بأننا قادرين على فعل ذلك. يجب الاستعداد جيدا لمواجهة أكبر المنتخبات، سنحاول القيام بعمل جيد، ليس لدينا ما نخسره. الأمر مختلف قليلا عن البطولات كأس العالم الأخرى، فلدينا عائلة كروية ستجتمع معا لتقديم عرض جيد.